بسم الله الرحمن الرحيم. نجلس باسترخاء بوضعية مريحة، يفضل استقامة العمود الفقري، الكفين حسب ما نرتاح، ممكن للأعلى على الركبتين أو الفخذين أو بتشابك الأصابع. نرخي الجسم، قدمين، ساقين، فخذين، الحوض، البطن، ظهر، شهيق، زفير مع أرخاء الصدر، الكتفين، الذراعين، الكفين، أصابع الكفين، رؤوس أصابع الكفين، شهيق مع التركيز على منطقة الرقبة، زفير إرخاء لعضلة الرقبة، عضلات الوجه، قفا الرأس. نركز انتباهنا على بوابة النور بين الحاجبين، وقد عبرنا لسماوات الوعي فينا. هناك حب في سماء الوعي لا مشروط، عبرناه ضمن طبقات مادية مشروطة، فكان حبنا مشروطا بمقدار اتساع وعينا، ولما دخلنا من بوابات سماوات العلا فينا سبحنا في محيط سلام نعمته، وغرقنا في أوقيانوس حبه الصمد لنغتذي من غبطة وجوده الأحدي. هنا وبعد أن عبرنا بوعي منا أو بلا وعينا، فقد تفتحت ملكات الجمال بنا، وأصبح جسر الوصل بين ماديتنا وروح تلهمنا من أعالي قمم الوجود، أصبح للجسر وجود. هنا ندخل مدائن السلام، هنا نستعيد ذكرى مدائن فيث الرخيم الذي عبر بنظريته فيثاغورس الحكيم في وقت جمع فيه الأعداد وربعها ليدلل على أسرار الوجود بحكم رقمي.
وقد تجولنا مع سكرى قرية الدهر لما استعدنا ذكرى سقراط الحكيم بأن عرفنا على أننا لن نعرف كل شيء حتى نعترف بالعجز عن معرفة أي شيء، فنحن بالحقيقة لا وجود لنا إلا من وهم أصابنا بعد أن فقدنا بفقاعات الأنا على سطح المحيط صلتنا مع عمق جمال المحيط. نتجول في مدائن وعينا لنتذكر الآن أفل الظل بنظرية المثل والممثول والظلال والإسقاطات لعالم رائع الجمال، عندما عبر أفلاطون الحكيم عن أن العلم تذكر وأننا نستعيد بوعينا إرثنا المفقود. ونغذي المسير في مدينة الجمال الأحدي بعد أن عبرنا لنرى شلالات النور تنهمر من سماوات العلا مذكرة إيانا بأفل الفيض لما عبر أفلوطين الحكيم عن فيوضات الرحمة الإلهية بغيوث رحمونية من تجليات المبدع سبحانه على أرضه ضمن مفاصل زمنية بقدر وحسبان. ولما أنفارت النور نوح وقال يا أرض اجمعي ما عليك من أزواج وادخلي سفينة النجاة، فقد عبر عن نظرية العبور ضمن نظام محكم وفعل متقن. وقد كلم نبينا موسى عليه السلام خالق هذا الوجود من خلال الجبل، جبل المعرفة بالذات الذي يردد صدى كلام أحدي الذات بهمس الوجود.
معبرا عن طبقات تلو طبقات نعيش بها، ننسجم معها، نرتفع عبرها حتى نعبر بسلام. وقد أصغيت السمع لمزامير داود لنتناغم مع لحن الخلود في أغنية ورقاء عين المقصود، لما هدل الحمام ليستعيد البلبل تغريده بسلام. وها هو إبراهيم عليه السلام يعبر عن برودة الحلم الداخلي عندما تغلي منا البطون بنيران كالمهر، عندما نغرق بنيران الشهوات وألسنتي غضب أبي لهب ومعصية برودة أبي جهل، فإن إبراهيم كان خليلا ليعبر بلا وعينا من ثنائيات نار الجهل وبرودة المعصية لعالم فيه بردا وسلام على قلوب أحبت مولى السلام. ويلوح في الأفق القريب، لا بل نشاهده الآن بعيننا الروحية، مسيح السلام يلوح بسلام ليذكرنا بأن شرط العودة لمدينة السلام فينا أن نكون بسلام، ولا سلام إلا إذا اجتمعت أنفس أهل العرفان على مائدة الكمال بوعي معنى الحب والسلام. فقد أرسى قواعد التجربة بأحب أعداءكم وبارك لاعنيكم، لقد ثبت قواعد النظام للعبور بسلام بالمحبة اللامشروطة، وأن لا بد من التضحية بكل شيء للحصول على كل شيء، ولا بد من تجسيد ذنوبنا والآثام بقبول ما يصيبنا من معاناة وآلام دون أن نتقصدها، فهي قدر برسالة من سماوات العلا تذكرنا بأننا كنا هناك في قمم العلا. التي عبر عنها أرسل العلة
لما كتب بمنطقه الشهير أرسطو الحكيم أن لكل علة سببا في داخلنا، وأن الجهل معاناة تخصنا لأننا فقدنا ذلك العالم الذي عبرنا إليه الآن، فقد كنا في العالم الأسمى وهبطنا منه إلى العالم الأدنى ونسينا وكأننا لم نكن هناك. أما الآن وأصبحنا كالناظر إلى وجهه في المرآة نرى جمال الوجود في داخلنا النقي، لندرك معنى رسالة رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام، وقد عبر بأجمل تعبير عن رسالة سلام الإسلام عندما كان هو بنفسه رسالة سلام، وقد رأينا تناقضات الجموع وهوائيات الأنفس وشيطنة المذاهب بتعددية الوجود والأفكار والآراء حول إسلامنا الحقيقي الذي يعبر بنا لنرى النور واحدا خلف كل ذي عقيدة ومذهب ودين، وقد عدده وشرذمه الجاهلون. فكنا كما كنا بوادي الجهل تفيض من مآقين العيون لندرك معنى تعبيرات سليمان الحكيم بأننا نسكن في قعر هذه العوالم في وادي الدموع، فلا بد لنا من تشريع ونظام خارجي لينظم علاقاتنا مع هذا الوجود علنا نصل بسلام. فكان أن تربع البعض منا عند التشريع ليشكل منه أحكاما ومذاهب وتقييمات وتكفير للآخرين، ففقد الإسلام معناه وأصبح للفكر حجباً بغيوم سوداء تحجب الحقيقة عنا بعد أن كنا بمحبة لا مشروطة مع مسيح السلام. والآن وقد استعدنا وعينا بسلام، وقد عرفنا حقيقة تجلي الحور العين لأعيننا كحالات عرفانية داخلية، أدركنا دقة المعاني العرفانية لتغذية لاوعينا بالقرآن الكريم حتى تصل المعاني لحد البلاغ المكاتم
برجال قوامين الآن على حقائق الوجود، وكأننا نقف على جبل عرفات الأحبة ونحج من المسجد الحرام في شاكرا القاعدة الثانوي، حيث لهيب الرغبات المستعر والأنا المزدهر إلى عرش مسجد أقصى القلب في هذا الوجود، سماء العقل مع قلب الوجود يصبح واحدا بالوعي. كأننا نرى لافتات تؤكد لنا مدى صدق رسول الإسلام بقوله: المسلم من سلم من لسانه ويده. وكأننا نرى نجمة سليمان الحكيم ابن داود لتعبر عن نجمة سداسية تعبر عن خلق هذا العالم بستة أيام. فكنا بنظام طبقات الوعي ثلاثة متجهة للأسفل وثلاثة متجهة للأعلى، ونحن بقلب الوجود الآن. فتداخل المثلثين المادي والروحي يبطل تفعيل الثنائيات ويجمع طاقة الذكر بالأنثى والسالب بالموجب ليتولد نور الوعي الصافي بداخلنا. الآن يرشدنا، الآن يدلنا، الآن يجعلنا نتجول في مدينة السماء بعد أن عبرنا. قد عبرنا من باب مدينة العلم. عبر دائرة أساس هذا العلم. العلي بمقامه. الذي أظهر قدرات الإله بسيفه ليعبر عن أهمية القوة الإلهية لحماية مدائن العرفان عندما نعبر بسلام. هنا وكأننا نرى الله جهرة كنور واحد يوحد الجميع بطاقة بأعلى قمة الرأس فوق الرأس
لتحكم على الحكام. فأصبح الحاكم حالة عرفان تخصنا. بعد أن مثلها أشخاص بوصول طاقة الحياة لقمة جبل تجلي، الآن وقد رأينا الحقيقة الحاكمية فينا، أصبحنا ندرك أن كل مذهب وعقيدة ودين ليس إلا إشارات تدلنا على اتجاه السير بالسمو نحو قمم التجلي فينا. فطالما تجلت الحقيقة لنا عبر الرسل والأنبياء والحكماء لتكون حياتهم رسالة نتمثلها بداخلنا فترتفع طاقة الحياة بنا لأعلى المقامات، فندرك معنى أنه قد تجلى لنا ليتجلى بنا، وما كان الحق سبحانه محصورا يوما في شخص أو عقيدة أو مذهب أو دين، بل كان حقيقة واحدة في هذا الوجود بتنزيهه عن التعطيل والتشبيه والحد والمحدود. وقد عبرنا بعد أن عوقتنا معادلات الحياة الصعبة وحجب وقيود وعوائق وسدود بمقامات مختلفات، وقد عبرنا بنعمة منه، ولولا هديه ما كنا من المهتدين. فسبحانه واحد أحد في أرضه فرد الظهور الصمد، وفي سمائه واحد أحد لا وجود لغيره. وقد عبرنا لمحيط السلام. يا سلام، يا حي، يا مؤمن، يا مطمئن، يا مهيمن، يا قدوس. يا سلام، يا حي، يا مؤمن، يا مهيمن، يا قدوس. يا سلام، يا حي، يا مؤمن، يا مهيمن، يا مطمئن، يا قدوس. يا واسع الرحمة، يا كبير. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أنت، في السماء أنت أنت، وفي الأرض أنت، في كل الوجود وفي كل اسم وكل حدث وكل عقيدة وكل مذهب
وكل دين. لا يوجد إلا الخيط الأحدي الذي يوحد بوعيك كل هذا الوجود. وقد تركنا قشور أوهام الانفصال وكثافة كزازة تصلب وتحجر المعتقدات لأصحابها، وقد عبرنا بسلام لنشهد الحدث من علي وتبقى الشهادة للذات التي لا تغيب. مشهدان يا حبيبي في داخلنا الآن، نشهد وعي الروح ورويداً رويداً لمن يرغب. سنفتح العيون بعد لحظات من الآن لنشهد بأعيننا جمال الوجود لما تجلى ما بداخلنا من جمال في واقعنا بواقع الحال. فكونوا بسلام يصبح العالم بسلام. كونوا بسلام، كونوا بسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.